قناه شفتي. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من الرباط. ما شاء الله وسبحان الله، سبحان المبدع، سبحان المصور، سبحان الخالق، سبحان العظام، سبحان العظام الالهيه. البحر هايج وطالع بزاف ما شاء الله. والسلام يا سلام، يعني كنشوفوا العظامه الخالق، عظامه المبدع، عظامه الله سبحانه وتعالى في هذا البحر هذا اللي كنشوفوا طالع اليوم. يعني بزاف مشينا شويه ودي، وخطر على الناس انهم يعوموا فيه او لا يجيو حتى يقربوا ليه، يعني حتى الناس اللي كيجيو باش انهم يستمتعوا بجماليه المبدع، جماليه الخالق، كيبعدوا كيحاولوا انهم يبقوا بعاد السيارات ديالهم، لان كنقولوا دائما البحر ما فيهش الثقه يقدر في اي لحظه انه يوصل حتى لعندنا. غادي تزيد يطلع الماج، غادي تزيدو يكبرو. مع العلم في الايام العادية هاد البلاصة هادي كتكون هادئة والوقت ديالها تيكون ظرف، تيكونو تيعومو فيها الشباب، يعني بحكم انها كتكون في الايام الصيف كتكون انها عاديه ما كتكونش بحال هكا. الان كنشوفوا الامواج هائجه وهذا يعني تيقول هذا كيخلينا اننا ما شاء الله كيخلينا اننا نتأملوا عظامة الخالق. حتى كما قلت بان البحر يقدر في اي لحظه يجي عندك، يعني هذا الشاب راه جالس في هذه من البحر بدا كيوصل لعنده وغيقدر انه يغير المكان، لان كيجيو موجات كبارين وبزاف. احيانا كيجيو موجات مباغتين اللي كيكونوا كبار اكثر من المتوقع.